طيب إذا كنت أنا خاطي وفي حالة عداوة مع الله وفي عقوبات إيه؟ سلبية وفي عقوبات أبدية، ده في عقوبة أسوأ بقى اسمها عقوبات أبدية. الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، ده أنا أبقى بائس، ده أنا أبقى تعيس. مين ده اللي يقدر يعادي ربنا؟ الخطية عداوة ربنا. اوعوا تقللوا من الخطية، واوعوا تبرروا الخطية، واوعوا تقولوا كل الناس عايشة في الخطية ده احنا افضل من غيرنا. هي تيجي على الحاجات البسيطة، ما هو برضو حنانيا قال ما جاتش من كذبة، ده انا جايب الفلوس لغاية الرسل، كذبة صنطوطة. لا ما تعديش يا حبيبي، مش معنى كده ربنا مستنينا يا جماعة يشيل رقابينا، لا، بس في الوقت نفسه الخطية لازم تخاف منها، لأنك هتبقى إنسان لو متصالح مع الخطية متخاصم مع الله، لكن متصالح مع الله وبضعفك بتقع في الخطية وتقوم، ربنا بيحبك وبيسامحك كل مرة تقدم توبة. لكن أنا مش عارف إزاي واحد بأساوة كده يعادي ربنا. صحيح كلنا خطاة، بس لازم يكون كارهين الخطية. لكن أعمل خطيئة فلانة دي مش ممكن أسامحها، مش ممكن أسامحها، لو جت على رجليا وبكت بدل الدموع دم أنا مش هسامحها. خلاص يا حبيبتي حكمت على نفسك، ما تسامحهاش. بس أنت كل خطاياك اللي اعترفت بيها وتحليت عليها الحل واقف، لأن أنا قلت حاجة أهم من سر الاعتراف، إن لم تغفروا للناس ذلاتهم لن يغفر لكم أبيكم السماوي. فالإنسان لازم يكون عاوز تفرح، لازم تتوب يا حبيبي. لأنه قلنا نمرة واحد الإنسان الخاطي ده إنسان ملهي، نمرة اتنين لما أنت بتبقى واقع في الخطية أنت واقع في إيه؟ في عداوة مع الله.